معي عبر الهاتف الأستاذ محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع. سيد محمد، بعد التحية، يعني كما تابعنا في المؤتمر الصحفي، القضية الفلسطينية كانت على رأس الأولويات في أجندة مباحثات الجانبين. مدى أهمية توافق الجانب المصري مع الجانب البوسني فيما يتعلق بهذا الملف وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ يعني مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. بالفعل كانت زياره مهمه وقمه مهمه، وهي اول زياره لرئيس البوسنه، لرئيس مجلس رئاسه البوسنه والهرسك، وهذا يؤكد على دور مصر في اطار دعمها للقضيه الفلسطينيه وعدم توسيع دائره الصراع في المنطقه وتحمل العالم كل مسؤولياته امام ما يحدث في قطاع غزه من انتهاكات صريحه بشان الشعب الفلسطيني الشقيق. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يزايد على موقف مصر في هذه القضية، لأن مصر قدمت الكثير ما قبل على مر تاريخها لصالح القضية الفلسطينية، ومنذ 7 أكتوبر واشتعال الأحداث بين حركة حماس وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت مصر سباقة في تقديراتها وتحذيراتها من توسع دائرة الصراع، وأن ما يحدث سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وما يحدث بالفعل الآن من تهديدات من الجانب الإسرائيلي، سواء طبعا يعني الآن غزة أصبحت مجرد رماد والعودة إليها مستحيلة وتحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار مرة أخرى، ثم بعد ذلك التحذير من عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لأن هذا بالفعل سيؤدي إلى اشتعال الصراع أكثر، ولن يكون مثل المناوشات التي تمت بين إيران وإسرائيل ثم ما لبثت أن زالت كل هذه المخاوف، لكن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية عسكريا سيؤدي بالفعل إلى ربما يعني إدخال إشعال الصراع في المنطقة وحرب إقليمية كبيرة ربما تتحول إلى حرب عالمية ثالثة كما يؤكد الخبراء. وبالتالي موقف مصر اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، كان هناك توافق على ضرورة إنفاذ المساعدات، ضرورة بكميات كافية حتى لا تحدث مجاعة لإخواننا الفلسطينيين، ثم بعد ذلك طبعا يعني قبل ذلك كل وقف إطلاق النار، وهو ما تعمل عليه القاهرة حتى منذ أيام، وكانت هناك اتصالات مكثفة مع أجهزة الدولة المعنية مع نظرائهم في الجانب الإسرائيلي وبوجود الولايات المتحدة الأمريكية والوساطة القطرية أيضا، وبالتالي هناك مجهودات جبارة تبذلها القاهرة وصولا إلى وقف إطلاق النار، لأنه يعني المنطقة والعالم ستتحول إلى بؤرة من وكرة لهب كبيرة، يعني ستطال العالم كله إذا لم يتم وقف إطلاق النار في القريب العاجل في غزة. نعم، هذا هو موقف مصر الذي تعلنه وتقوم بجهود دولية حثيثة لحشد الرأي العام العالمي نحو هذا المسار، إقرار حل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. كيف ترى هذه الجهود بما أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد التقارب في وجهات النظر فيما بين الجانبين في هذا الملف؟ يعني كما ذكرنا وكما نؤكد دوما أن حل ومفتاح حل القضية الفلسطينية يبدأ من القاهرة، ولا يمكن لأحد كما ذكرت أن يزايد على موقف مصر التاريخي مما يحدث للقضية الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباقا في عندما حذر من تصفية القضية الفلسطينية، رغم أن يعني زعماء العالم لم يحدث أحد إلا بعد أن تحدث الرئيس على أن أي ما يحدث في غزة الآن هو تصفية للقضية الفلسطينية. موقف مصر الراسخ والثابت من عدم الموافقة على تهجير الفلسطينيين من خارج أراضيهم إلى مصر أو إلى الأردن يؤكد على موقف الدولة المصرية الصلب وتقديراتها الصائبة لما يفكر في هذا الكيان من تصفية القضية الفلسطينية ودخول المنطقة في بؤرة أخرى من الصراعات التي لن يحمد عقباها ولن يعني تظهر أحد. وبالتالي كان موقف ثابت فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين، فيما يتعلق حتى بإدخال المساعدات وفقا حتى المؤسسات الدولية والإحصاءات الرسمية، مصر هي من قدمت وأدخلت أكثر المساعدات لصالح يعني إخواننا في قطاع غزة، وحتى
حتى أن التعنت الإسرائيلي واجهته مصر بالإسقاط الجوي لهذه المساعدات، وهذا يؤكد على أن الدولة المصرية دولة قوية، وإذا قررت فإنها تفعل بالفعل، ولا يمكن أن نستمع لهذه الأبواق الإعلامية التي لا تريد لمصر خيرا ولا تريد لمصر أن تعود لسابق عهدها. وبالفعل هي لديها الريادة ولديها القوة الإقليمية ولديها التواصل ولديها الثقة حتى من رؤساء دول العالم. هناك في بداية الأزمة كانت هناك معايير مزدوجة، وكانت هناك يعني انحياز واضح لصالح الكيان الصهيوني، لكن مع موقف مصر الثابت ورفض القيادة السياسية لتهجير الفلسطينيين ووضع العالم أمام مسؤولياته والتهديد والتحذير فيما يتعلق حتى بالاتفاقيات الدولية مع الكيان الصهيوني، جعل هذه المواقف تتغير وتحذر إسرائيل من مغبة الإقدام على مثل هذه الأفعال مرة أخرى. وبالتالي الجهود جهود جبارة جدا سياسية ودبلوماسية من الدولة المصرية لصالح القضية الفلسطينية. طيب أستاذ محمد، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، يعني مصر حريصة على دعم التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم من مختلف القارات، يعني وجدنا أن هناك مجال مهم للتعاون فيما بين الجانب المصري والجانب البوسني، وهو مجال الدفاع. يعني رئيس مجلس الرئاسة تحدث عن تطور بلاده في مجال الإنتاج الحربي، وكانت هناك زيارة سابقة من سفراء بوسنيين إلى مصر للتعاون في هذا المجال. إلى أي مدى هذا مهم في هذا التوقيت في نهج السياسة الخارجية المصرية؟ يعني مصر تتوسع في علاقاتها وفي تعاونها مع كل دول العالم وتفتح ذراعيها للجميع، يعني بعكس في عهود سابقة كانت مصر تتوجه شرقا أو غربا فقط، لكن اليوم مصر تعزز علاقتها مع كل الدول وفقا للمصالح المشتركة ووفقا للمصلحة العليا للدولة المصرية. وبالتالي كان تصريح رئيس مجلس رئاسة المستوى هرسك يؤكد ذلك. وقبلها شفنا اتفاقيات عسكرية واتفاقيات في جميع المجالات وتعاون مع كل دول العالم، مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع روسيا ومع فرنسا ومع ألمانيا ومع كل دول، حتى في الدول الأفريقية وفي البحر المتوسط، سواء مع اليونان أو مع قبرص أو مع حتى الدولة التركية. وبالتالي مصر تعزز علاقتها وتبحث عن مصالحها دوما. واليوم هناك أيضا شق مهم هو شق السياحي، المجال السياحي. صحيح. هناك ترحيب بخط طيران مباشر سيكون ينقل السياح البوسنيين من بعض المدن البوسنية إلى الغردقة مباشرة، وهذا في مجمله أمر مهم جدا لعودة السياحة. إذن هي زيارة مكتملة الأركان. الرئيس السيسي أكد على أن مصر تدعم وحدة أراضي دولة البوسنة والهرسك، وهذا هو يعني تأكيد مصر الدائم الحفاظ على الدولة الوطنية، التعامل مع مؤسسات قوية، لأن ما يحدث في المنطقة الآن وهو أن الميليشيات حلت محل الحكومات الرسمية، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يسيطر على هذه الميليشيات، والحفاظ على الدولة الوطنية سيضمن السلام للعالم. وبالتالي مصر موقفها ثابت في كل دول العالم، ليس الدول العربية فقط ولكن العالم كله، الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على الدولة الوطنية، عدم التعامل مع الميليشيات، وعدم جر العالم إلى مزيد من الصراعات، لأن العالم لا يحتمل. وبالتالي مصر تبحث عن مصالحها وعن مصالح دول العالم وعن الاستقرار، وهو ما تم التأكيد عليه اليوم، التحذير من توسع الصراع الإقليمي، ضرورة الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، لأن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ليست ببعيدة إذا ما تفاقم الصراع في الشرق الأوسط ووصل إلى ما لا يحمد عقباه. طيب نأتي إلى أهمية دولة مثل البوسنة والهرسك بالنسبة لمصر. هي دولة حدودها تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر مع الاتحاد الأوروبي، دولة بدأ الاتحاد الأوروبي في فتح التفاوض معها للانضمام إلى التكتل، وهذا الأمر أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية المؤتمر. كيف ترى أهميتها بالنسبة لمصر؟ يعني بالفعل أنا أقول أن المواقف، حتى لو إحنا جينا وشوفنا في إطار العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين مصر ودول العالم، دائما ما يعني حتى نرى في البيانات وفي الصحف الأجنبية أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت استقلال الدول وحافظت على مصالحهم، ودائما ما تبحث عن مصالح دول العالم. وبالتالي هذه خطوة إيجابية ستحسب لمصر، ستحسب للقيادة الحالية في علاقتها وإدارة علاقتها سواء مع البوسنة والهرسك أو مع الاتحاد الأوروبي. مصر منفتحة على الجميع، تدعم كل ما يؤدي إلى استقرار هذا العالم وإلى المصالح
المشتركة، وكما نؤكد وتؤكد مصر أنها هي رمانة الفساد في هذه المنطقة. حتى الرئيس نفسه عندما يتحدث عن القوة العسكرية مصر يتحدث عن الجيش المصري الرشيد في إدارة هذه القوة، لأن الجيش المصري لو كان غير رشيد كان يعني كانت يمكن أن تكون هناك عواقب كبيرة جدا، وكان الجر لصراعات كثيرة. وبالتالي مصر دولة محترمة تدير سياساتها بشرف في زمن عز فيه الشرف، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد دائما. نعم، العلاقات التجارية أستاذ محمد كيف تراها؟ يعني وهل ترقى إلى هذا المستوى من التعاون السياسي والتوافق السياسي في الكثير من المجالات؟ وهنا نشير إلى الاستثمار ودور القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم هذه النوعية من العلاقات مع كثير من دول العالم. يعني يمكن الصورة الذهنية عن البوسنة والهرسك هي الصراعات اللي كانت تحت دائما، وال يعني حتى كنا نتابع هذه الأحداث في زمن مضى، لكن كما أكدت وأؤكد أن مصر تبحث عن مصالحها المشتركة مع الدول المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأن أعتقد أنه بعد هذه الزيارة ستتوسع العلاقات التجارية بين البلدين، وربما لا ترقى الأرقام لا أعرفها جيدا، لكن ربما لا ترقى للتعاون والاحترام يعني المتبادل بين الدولتين فيما يتعلق بالحفاظ على تعزيز وزيادة تعزيز هذه العلاقات. وبالتالي أنا أتوقع أن يتم فتح المجال مستقبلا لدخول الشركات المصرية إلى الاستثمارات في البوسنة والهرسك، وبالفعل سيأتي المستثمرون البوسنيون إلى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار. وبالطبع القطاع الخاص شريك مهم في هذا الأمر، ومصر تدعم القطاع الخاص من خلال حتى دعمه في المشروعات التنموية، ومن خلال حتى التمويلات التنموية التي توفرها الحكومة لصالح القطاع الخاص. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ محمد الجالي مدير تحرير اليوم السابع.